تسجل سنويا في تونس؟ هل احنا في ارتفاع متواصل؟ شنو هي الاسباب؟ نحكي في الموضوع تشتا. لوشيفر. ضيفنا في لوشيفر دكتور بلحسن السميتي رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر. دكتور مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مساء النور، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. شكرا جزيلا. 5000 حالة جديدة سنويا، هل انو احنا ماشيين ونرتفع اليوم في عدد الإصابات، ولا معناتها قاعدين في استقرار، ولا في انخفاض بارابور السنوات اللي تعدت دكتور؟ هو من الأكيد المؤكد احنا ماشيين في الارتفاع، على خاطر السبب الرئيسي بتاع سرطان الرئة هو التدخين. وتوا ما يخلى حد اللي الناس تتكيف من تدخن من العمر الصغير، وبعد ولات يعني حاجة كينها على مود كون الناس كنت تتكيف. وما تعرف التدخين فيه عامل متاع العدوى. اي معناش معناتها العدوى معناتها كيف اللي يتكيف معناتها يكر على صاحبه، نقولوا احنا هكا يعني يتكيف يكر على صاحبه بالوسائل الكلها. ومع التكيف الموجود يعني تلقى اللي يبيعوا في التدخين دخان الالكترون لي فاب اليوم دكتور نفس الشيء ولا لا؟ نعم لي فاب اليوم لي توندونس عند الشباب سيغتو معناتها نفس المضره ولا لا؟ والله اخر الدراسات العلميه ظهر اللي هي نفس المضره، بحكم كونه الفاب فيها مواد كيميائيه. اي مكتب حاجه الكيميائيه لازم باش تكون فيها مضار. يعني في الضر، وخاصه توا هي اصلها الفاب الديستيناسيون نتاعها كونه العباد باش تبطل بها التدخين، يعني يبدا ينقص، وفما توت ان بروتوكول، ويبدا فما متابعه طبيه. واللي نشوفوا فيه توا يعني ولا الدخان الفاب حاجه في المتناول الجميع، حتى بالنسبه للمراهقين تبقى عنده مش عنده برستيج ولا الدكتور، حتى قدام المعاهد الاعداديه يقول لك فما شكون اللي يكريو في الفاب، ما عادش حتى يشري، معناها تمشي من فم لفم يعني ما عاد اكثر واكثر. يعني هو حاله الحق نتاع ربي يلزمها وقفه شديده ورابيد، معناتها فهمتني. هل 5000 حالة سنويا دكتور عند الرجال ولا عند الرجال والنساء؟ لأنه اليوم التدخين عند الرجال والنساء كما نعرفوا معناتها. وريت الجمعية نتاعنا آخر ملتقى عملته في مدينة الثقافة في 31 ماي 2024، سلط الضوء على التدخين عند النساء. اللي هو بيدو حسب الإحصائيات تاع لوها ماس اللي عملتها في دوزون. المنظمة العالمية للصحة. أي أعوام الأعمار الصغيرة، يعني ما عادش كان نكتار بركة، حتى البنات توا من 13 سنة 14 سنة يدخنوا ويفابيو، فما تبشفي ومعناتها تفايد كبير ياسر. وهذوما الكل عوامل معناتها يكبروا في العدد الإصابات بسرطان الرئة. لهيك توا ولينا نشوفوا سرطان الرئة هو المفروض نشوفوه بين 55 و74 سنة، هذيك وين يكف الفئة العمرية معناتها المعنية بالمصاب بالإصابة. قاعدين نشوفوا أكثر فأكثر أعمار صغيرة من 30 35 40 سنة 45 سنة، والخاصية نتاع سرطان الرئة اللي يجي عند الصغار هو سرطان شديد يعني الانتشار، والعلاج نتاعو مستعصي، هذاك علاش يعني الوفيات كثرت بسرطان الرئة. والإصابة عند رجال ونساء كما قلت، معناتها خاطر أنا المعلومة اللي عندي ما نعرفش نجم تصلح لي ولا، أنه سرطان الرئة مثلا يتصدر عدد الإصابات بالنسبة للأمراض السرطانية عند الرجال هكا ولا لا؟ باغ كونتخ مثلا سرطان الثدي يتصدر عند النساء. العدد نتاع الإصابات عند النساء ماشي ويكبر، وفي العالم راهو كبر مش حتى في تونس برك. فما ارتفاع معناتها حتى عند النساء بالنسبة إلى سرطان لسرطان الرئة. نعالج على 5000 حالة. هاي. اللي هي يعني هذيك التقييم معناتها خاطر المشكلة نتاع في تونس ما عندناش الريجستر ناسيونال تاع الكونسير، معناتها سجل اللي كل طبيب وقت تبدا عنده حالة تاع كونسير يمشي يقيدها. موجود. ومن هذه معناتها التكهنات نتاعنا خاطر معناها نجم يكون الرقم اكثر. اكيد. اكيد اكثر. الوالدات كانت في حدود ال 4000، الحكايه عندها 5 6 سنين، اما تو نتصور 5000 ممكن حتى اكثر من 5000.
حتى أكثر من 5000 إصابة. كجمعية اليوم شو مش تعملوا في هذا الإطار مع الدكتور نعرف التوعية والتحسيس؟ حكينا لل الكوتي بتتر ديبريمون تاع الكانسير دي بومون اللي قاعدين نخدموا عليه عندنا 3 سنين بالنسبة لسرطان الرئة. الحمد لله كانت فما استجابة قوية من وزارة الصحة ومشيت معنا باش نكونوا او ديابازون دو لاكتواليتي افيك الكانسير دي بومون اللي هو فما طريقة جديدة اللي نكتشفوا بها الكانسير في بداياته والعلاج سهل ياسر والنتيجة نجم نقوله قريبة 100% من العلاج اللي هو التقصي المبكر لسرطان الرئة. تقنية متطورة حديثة ما فيهاش يعني صعوبة كبيرة، متوفرة في جميع أنحاء البلاد التونسية في القطاع العام والخاص. نفس السكانير نعملوا به أي جزء من البدن هو بيدو الإشعاع متاعو أقل برشا ويسمح لنا باش عند فئة معينة من المدخنين اللي أعمارهم بين 55 و 74 سنة نكتشفوا الورم نزيل ما عطاش عوارض متاعو ويكون العلاج متاعو سهل. معناتها ديما نعرفوا التقصي المبكر كيقولوا احنا ما فما دي ستاد هكا ولا لا دكتور؟ ستاد الاول، ستاد الثاني، ستاد الثالث، ستاد الرابع هكا ولا لا؟ معناتها كي هو بالتقصي المبكر مش يكون عندنا اونيكمون لو ستاد 1 اي ستاد 1 وهذاك يعني يعطي امل في الحياه يوازي 80% على 10 سنين. معناتها ينجم يبرى معناتها المصاب اذا كان ينجم يبرى المصاب وما عادش نحكيو على علاج فقط لكن نحكيو على جريزون معناتها شفاء 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 من هذا المرض. وعلاش نقول يعني هذا الكوتي اوبتيميست تاع تفاؤل هذا فيه تفاؤل وامل على خاطر الدوله مشيت معنا وتو فما برنامج هو بروجي بيلوت نموذجي اللي من شهر سبتمبر بدا في مستشفى أريانا. قاعدين تو نعملوا في يكونوا التسجيل والسكانير يتعمل بسرعه وبسلاسه والمريض ما يدفع حتى مليم. يعني هذه حاجه موله من الدوله من وزاره الصحه مجاني معناتها مجاني ومش يكون منه النتائج اللي مش تخلي تونس تتصدر البلدان العربية والإفريقية في هالمجال هذا خاطر مش يكون عندها برنامج وطني للتقصي المبكر لسرطان الرئة ويكون حتى السكانير يبدأ معناتها الدولة تتكفل به بصفة مجانية. واضح واضح جدا. شكرا دكتور يفضلك يعطيك الصحة على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. نرحب بكم المؤتمر تفضل اي اليوم بدا المؤتمر بتاعكم هكا ولا اليوم بدا بالبروش التقنية خاطر عندنا لي ريزيدون وعندنا جراحين شبان معناتها اشتغلوا على معناتها العمليات التجريبية على الحيوانات. اي الهدوة إن شاء الله فيه المحاضرات اللي هي مش تخص أورام الرئة مش تخص التشوهات القفص الصدري وعن إنسوماتيه مونديال جبناه باش يورينا كيفاش نجموا نعملوا إصلاح التشوهات الصدرية من غير ما تدخل الحد الأدنى فتح يعني بالمنظار وان شاء الله التقنيه دي مش تكون في تونس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق والنجاح دكتور ليكم للجمعيه الوسائل لجراحه الصدر. يعطيك الف صحه لتنظم المؤتمر الوطني الثالث لجراحه الصدر نتاعها. شكرا يعطيك الف صحه دكتور بالحسن السماتي رئيس الجمعيه التونسيه لجراحه الصدر. نوصل معكم الملقاه لمدى لا يوصل.